احنا جينا من العبور للهرم هنا اجازة الاسبوع انا ويوسف واحنا الكل، وببص لقيت القطة دي. بصوا يا اصدقائي شكلها بتموت يا يوسف. ايوه عايزين ناخد قهوة نعتني بيها. يعني بص زي ما انتوا شايفين كده يا اصدقائي القطة هي خلاص لازم ننقذها عشان هي بتموت وبتطلع في الروح. لا طلعت لسه قدامك وقت. لازم يا جماعه بص هي عامله ازاي. هي جميله بس للاسف من كتر البرد هي ساقعه جدا. لازم بقى ندفيها نحطها في حته ونحطها تحت اللمبه عشان تدفى. بعد كده بقى نبدا ناكلها ونشربها وننضفها ونحميها ونظبطها. بص يا جماعه يعني بص احنا بقى نحاول ننقذها. بص يعني خلاص هنظبطها بقى. سلام. دلوقتي يا اصدقائي انا هلفها في الحته ده الصوف دي عشان تدفى. هي شكلها انتهى. لا ذكر مش عارف. فاحنا هنلفها كده في الحته عشان ما تموتش. تدفى بس تدفى شويه. عارف كده؟ بس بالراحه طلع رعبتها. بس انا عايزه لسه بس عشان كده بقى هي الشباب حرام عليك. يا جماعه احنا لفيناها. يلا بينا بقى هنحطها بقى تحت اللمبة عشان تدفى. سلام. دلوقتي يا اصدقائي القطة دي بقت حلوة شوية حسنت شوية. طبعا يا اصدقائي انا حميتها عشان كانت عايزة تستحمى. طبعا عينيها عايزين نظبطها لها ننضفها لها شوية. اقعدي يلا قدام الدفا عشان تتدفي. جبنا لها اكل بقى عشان تشوفها بقى تاكل اول. ده رز ومكرونه وشويه عظم طري وحته دجاج. كلي بقى خدي. هتعرف تاكل لوحدها؟ هتاكل لوحدها ولا لا؟ استنى بتشمشم اهي. يا وشها عامل مثلث كده ليه؟ مش عارف. كلي. انا بصي لي ليه؟ ايوه يا شمت ريحه الفراخ الفرخه. ايه انت اهم حاجه عندك الفراخ. خدي استغفر الله. خدي. ايوه خدي انت مش غانا. هتتلسع من الدفايه بدنيها. القطه بقى انا ايه بس بص حجمها قد ايه جنب كفي دي؟ قد كفي. يلا السلام عليكم. دي مالهاش اسم لسه. لسه هنسميها بقى نشوف هنسميها ايه. مالهاش اسم. ده ولد. هو ده ولد ولا بنت؟ ولد. 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 عسل. مخلوقات جميلة. حرام. بصوا مخلوقات كائنات بريئة وجميلة. يا عسل كائن صغير. بصي في الكائن ده يا عسل. عسل القط دي. كل يوم عمالة تشمشم فيهم وتسيبهم ليه؟
ضواصرها رفيعة بس بتشوت. يا ماما يا لهوي، هي خفيفة أوي يا ابني، رفيعة وصغننة ومحندقة. يا لهوي ايه الخف ده يا ابني؟ ده الطبق أشرس. عايزين نظبط لها عينيها بس دلوقتي أصدقائي، أنا هبدأ أنضف لها عينيها. تعالي تعالي بس. لحظة واحدة يا جماعة، يلا يا اصدقائي دلوقتي بقى هحاول ابدا اشيلها. ايه بس خايف شوية. يلا بقى تعالي بعيني عايزة تيجي يا جماعة. ايه ده صغننة خالص. تعال تعال ايه ده، طب انا نضفلك عينيكي. طيب خلاص العين دي خلاص، العين التانية بقى ايوه هي العين دي بس المايك. يعني في سبع حوار فيه بس وريني عينيكي كده. معلش 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 هدية يا جماعة. ايوه كده كده انت تزبط. الله يا جماعة شعر دماغ من فوق ذهبي. استنوا يظهر في الكاميرا، استنى افتح بلاش. عسل شعرها جميل. عادي يا جماعة ناخدها بقى ندخلها جوه عشان تتدفى. وتاكل يا رب بس تكون بتاكل في بقها لوحدها بس. استنى كده اهو الاكل اهو. اقعدي بقى روح حاطط قدام الدفاية عشان تتدفى.
كلي. هصعدي. هاتي الزجاج كده. احنا نضفنا لها عينيها وهي خلاص استحمت وحطينا لها اكل وسايبينها بقى تدب الدفى. سابونا عشان نشوف معاها كل جديد. سلام. نزل هي اكل هي هتلاقي عندي الاجنحه وجلد فراخ الرقاب، جلد الرقاب وعظم الرقاب وشوربه، شوربه لحمه. ده زبادي يا عيني مسكينة.